الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فاتقوا اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخرج منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي جعلكم ولاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأخرجناكم وأغرقنا على فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى بأربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم تظلمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بإتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله شهرة فأخذتهم شاهقة وأنتم تنظرون. ثم وأشناكم من بعد ما تيكم لعلكم تشكرون. فجللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسكم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فقولوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا هداتنا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدا للذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فيما كانوا يفسدون.